أنا هبدأ مع حضرتك لو تسمح لي بتصريحات موسيماني، لأن تصريحات موسيماني لخصت المباراة بالأمس. هو تحدث أن في بعض الضغوطات الشديدة، هو تحدث أن هو أخذ من المباراة اللي هو عايزه، هو تحدث أن أنا عندي أداء كان رائع جدا من بعض اللعيبة اللي يمكن في الفترات السابقة ما كانوش بيثبتوا نفسهم بالشكل يعني المفروض، منهم بواليا، منهم حسين الشحات الجدل الأثير يعني حول مروان محسن، تحدث عنه موسيماني بشكل أكثر من رائع. خلينا نروح لهذه التصريحات اللي حضرتك تبعتها ونبدأ بيها. هو بداية طبعا تصريحاته فيها عقلانية جدا، دايما يخلي العبء على نفسه مش على اللعيبة، غير الكلام اللي ممكن يتقال في غرفة الملابس. فالوضع الطبيعي ان انا كمدير فني بيبقى زي الاب او زي الرجل المربي، ابدا ما يطلعش يسيء لاولاده صحيح. او يسيء للعيبة اللي هو معاه. الحقيقة موسيماني عامل جهد مع الجهاز الفني، مع إدارة النادي، مع لجنة التخطيط، مع اللاعبين، عاملين جهد خرافي. العالم كله بيتكلم عنه، العالم كله إلا عندنا. كل المواقع في العالم بتتكلم على الإنجازات اللي النادي الأهلي بيعملها، والدليل إن أنا عندي 48 بطولة في القرن 21، أنا الأول على العالم. عارفة مين الثاني؟ بايرن ميونخ. طيب إحنا عارفين إن نادي بايرن ميونخ مش رايح كأس عالم أندية، النادي الأهلي رايح للمرة الثانية على التوالي. بالظبط، بايرن مش رايح، تشيلسي اللي رايح. النادي الأهلي للمرة الثانية هو اللي رايح. فتصريحاته مع عقب المباراة مباشرة بيبقى فيه نوع من الانفعال طول المباراة. قبل المباراة بيبقى فيه ضغط عصبي، ثم خلال التسعين دقيقة بيبقى فيه ضغط غير طبيعي. النتيجة بتروح وبتيجي، بتروح وبتيجي، وفي بعض اللاعبين بيقدوا بحماس شديد جدا، وفي البعض لسه ما وصلش للمرحله صحيح. اللي ترضي الجهاز. اكيد في اخطاء طبعا، في اخطاء. الاخطاء دي بتبقى وارده جدا في خلال الضغوط الموجوده، واحنا دايما بتكلم على الناحيه العصبيه والنفسيه. مش ممكن ابدا انا واقع تحت ضغط عصبي ونفسي شديد جدا ومطلوب مني ان انا ادي احسن اداء. استحاله. حضرتك لو انت ماشي في الشارع وتنرفزت شويه هتعرف تسوق كويس؟ مش هتعرف. فتخيل انت باستمرار بتاخد، انت سافرت من النيجر لقطر لجنوب افريقيا يعني للسودان، سفريات كتير جدا مع كلها نهائيات. احنا فضلنا 3-4 بطولات ونبقى يعني نخش على ريال مدريد ونتفوق على ريال مدريد. الانجازات دي كلها يعني. الانجازات دي كلها عايزين يدخلونا في حتة البنك الاهلي وماتش مش عارف ايه، حاجات محلية. وبنشوف دايما، وانا بحبش اتكلم في الحته دي بالذات، بس يعني احنا خلاص ملينا. يعني الاهلي بيجيب جول سليم جدا، وبعدين نلاقي الفار بيجيب الحكم علشان يشوف الجول ملعوب. يعني الجول الثالث ايه المشكله اللي فيه علشان الفار يندهله؟ بنالتي مره واثنين وثلاثه ما بيتحسبش. كل دي بتبقى ضغوط على المدرب وضغوط على اللعيبه. وبرضو بقول من خلال حضراتكم، اللعيبة الوحيدة في مصر اقسم لك بالله اللي ما بيروحوا للحكم يعترضوا على اي حاجة. يعني امبارح في بنالتي بالايد، الماتش اللي قبليه الراجل طلع وراح واخد محمد شريف حتى في قناة الاهلي ما جاتش. يعني شوفي مدى الاخلاق، يعني الراجل ضربه. امبارح برضو البنالتي بتاع مروان، الراجل دخل سايب الكورة وراح واخده في دماغه. الفار فين؟ فكل دي بتبقى ضغوط على المدرب واللعيبه. برضو انا لما بحس ان الراجل اللي بيدير المباراه ما بيحمينيش، شفنا ماتشات كتير قوي. انا بشفق على الجهاز الفني، شفنا ماتش غزل المحله، يمكن الكابتن اسلام امبارح جاب مقتطفات كده بسيطه في خلال البرنامج بتاعه بالليل، شفنا قد ايه العنف اللي كان موجود والحكم لا يبعد عن اللاعب، عنف وتضييع وقته. انا اقصد ان كل ده عيب على المدير. بقول لحضرتك، هو مسألة الأخطاء التحكيمية ومسألة الفار دي أكيد برضو من ضمن النقاط اللي هنتكلم مع حضرتك فيها. أنا ونهاوند بس أنا عايز أسألك، أنا أقصد بس إن هي بتبقى ضغط على، ما أقصدش إن أنا أتكلم فيها طبعا، أنا فاهم. لا، بس هي ضغوط على المدير الفني. نهاوند ده لازم يتوقف عنده في كل الأحوال، فكرة الأخطاء التحكيمية وفكرة الفار ومدى فاعليته، يعني دي حاجة هنتكلم فيها. بس أنا عايز